لتحريتك لشخص مستلقي على الأرض قم بالآتي: أولاً وقبل كل شيء، قم بالتأكد من أمان البيئة المحيطة به، ثم قم بالتحقق من استجابته. إن لم يكن هنالك أي استجابة منه، قم على الفور بإزالة ردائه والتحقق من نبضه بوضع إصبعيك السبابة والوسطى على عنقه بجانب القصبة الهوائية. إذا لم يكن هنالك نبض، قم بطلب المساعدة على الفور، ثم قم بوضع كعبي يديك فوق بعضهما على وسط صدر المصاب مع تفريق الأصابع وتشبيكهم عموديا. بعدها قم بالضغط 30 ضغطة على الصدر. عندما تقوم بعملية الضغط على الصدر، تأكد من أن يكون العمق الذي يتخذه الضغط بمقدار 5 سنتي على الأقل، مما يسمح باسترجاع كامل لعضلة الصدر. بمجرد الانتهاء من الضغطات 30، قم بإراحة عضلة الصدر بإعطاء نفسين بمجرى التنفس للمصاب، وذلك عن طريق إمالة الرأس باستخدام الذقن، وعليك التأكد من ارتفاع الصدر عند القيام بذلك. استمر بالضغط 30 ضغطة مع الإراحة بإعطاء نفسين حتى تصل المساعدة، ولكن تأكد من عدم توقف الضغط على الصدر لأكثر من 10 ثواني. عندما يصل المسعف الثاني من المساعدة، سيقوم بدوره بتشغيل جهاز الصاعق الكهربائي لبدء عملية الإنعاش الرئوي، وذلك بإلصاق الشريحتين على صدر المصاب. استمر بالضغط بمعدل 30 ضغطة إلى نفسين، مع الأخذ بالاعتبار تعليمات الجهاز الصاعق AED. تأكد من عدم لمس المصاب أثناء تحليل معدل ضربات قلب المريض، وعند الاستعداد لصعق المصاب تأكد من عدم لمس